السلام عليكم. الله محيي الرجال. عمي ملهم، بما انه ارخص مطعم بهولندا بدنا نطلب كل شيء اكل، بدنا نفلسه لابي. اتفقنا؟ اتفقنا. اهلا وسهلا، تفضلوا، شو بتحبوا تاكلوا؟ شاورما بجاج موجود؟ موجود. بلحمه؟ موجود. كوردون بلو؟ موجود. فروج مشوي بروستد فاهيتا فلادلفيا موجود؟ كل شي بيخطر على بالك موجود. لكن عطينا 3 سندويشات بطاطا. ليش ما عم تضحكوا؟ ما في اكل. ايه معلمي، بدنا شي مو موجود بباقي المطاعم، يعني بدنا شي على ذوقك. انا بدي كوردون. وانا بدي شاورما. انا بحياتي ما عاد اكل غير عند مطعم الحمدية. ايه عمي، اول شي الاكل بيسرع، تاني شي الاكل بيفلج، تالت شي قديه طلع الحساب؟ 25 يورو. شو كل هالاكل والمشاريب وبس ب 25 يورو؟ مطعم الحمدية اطيب مطعم بهولندا وارخص مطعم بمدينة أبلدورن. انا شخصيا ما باكل غير عند مطعم الحمدية، يعني باي لحظة ممكن تلاقوني عم باكل عنده. معلومات المطعم وعنوانه ورقم تليفونه بتلاقوه بصندوق الوصف او باول تعليق. الله يغضب عليكم. معلم، بكرة جاية انا وعباس وربيع وكنان وسعاد وبهلول، بدنا نتصل ونحجز، منقدر؟ اكيد باي وقت، اهلا وسهلا فيكم.